العربي الجديد بودكاست. بيت القصيد، برنامج ثقافي أدبي يغوص في أعماق الشعر ويروي سير أعلامه ويعنى باللغة العربية ودلالاتها. صفي الدين الحلي، صنعة وجمال. نعود إلى عصر مظلم سياسياً أصيبت فيه الأمة العربية بداء التفرقة، فسمي بعصر الدول المتتابعة. هو عصر سقوط بغداد في يد المغول، والذي أصاب الأمة بالضعف والوهن. ولم يكن الأدب بأفضل حال من السياسة، الشعر أيضاً انكفأ إلى مدارج الظلام، فكان عصراً حطاط الأدب العربي. في رحم تلك الظلمات لمع الشاعر صفي الدين الحلي. هو أبو المحاسن عبد العزيز بن سرايا بن نصر الطائي السنبسي، نسبة إلى سنبس، بطن من طيء. ولد في مدينة الحلة بالعراق ومات في بغداد. كانت أسرته كريمة أكسبته الأنفة والعزة والنزعة إلى المعالي، فأكثر الشاعر من ذكرهم والفخر بهم، ومن ذلك قوله: إذا جلسوا كانوا صدور مجالس، وأن ركبوا كانوا صدور مواكب، يجودون للراجي بكل نفيسة لديهم سوى أعراضهم والمناقب. نشأ صفي الدين على حب العلم والأدب، ودرس اللغة والتفسير والفلسفة والحديث والفقه، فجاء شعره وافر الثقافة اللغوية، وأخذ على نفسه عهداً بأن يتنزه عن ذوي السؤال بأشعارهم، فلا يمدح أحداً للتكسب. وفي هذا يقول: فكنت لا أنظم شعراً إلا فيما يوجب لي ذكرى أو يجلب لي شكرى، كوصف حرب ورصف شرب ولطف عتب لقلب قلبي، وذكر إلف وشكر عرف وبكر وصف وندب ندبي. كثرت الفتن في العراق في عصره، ما حمله على الرحيل منها متوجهاً إلى آل أرتق ملوك ديار بكر بن وائل، فمدح فيهم الملك المنصور نجم الدين أبا الفتح غازي ب29 قصيدة، كل منها 29 بيتاً على حرف من حروف المعجم، بدأ بكل بيت منها وختمه به، وأطلق على تلك القصائد اسم درر النحور في مدائح الملك المنصور، ومنها قوله في قافية الباء: بدت لنا الراح في تاج من الحبب، فمزقت حالة الظلماء باللهب، بكل متشح بالفضل متزر، كأن في لفظه ضربا من الضرب. والضرب هنا هو العسل الأبيض. وفي هذه القصيدة بدأ صفي الدين البيت بحرف الباء وأنهاه بحرف الباء أيضا، وجرت على ذلك كل أبياتها، بل كل قصائد الكتاب في 29 حرفا.
اشتدت الفتن وأصاب البلاد ما أصابها من كرب، فارتحل الشاعر إلى مصر، وإلى هناك سبقته سمعته، فقربه سلطانها الملك الناصر، فمدحه بعدة قصائد سماها المنصوريات نسبة إلى الممدوح، لم تخل من حرفة وصنعة وتكلف. فقد كانت الصنعة سمة ذلك العصر، إذ فقد الشعراء اتصالهم بواقعهم المهزوم، فتقوقعوا على اللغة يخرجون ما فيها من غرائب البلاغة وألاعيب النحو، ويحشون بها قصائدهم. ومن هذه الألاعيب نظم صفي الدين قصيدة بعنوان الكافية البديعية في المدائح النبوية، وهي على 145 بيتاً من البحر البسيط، جمع فيها أنواع المحسنات اللفظية والمعنوية. قد طال ليلي وأجفاني به قصرت، عن الرقاد فلم أصبح ولم أنمي. في ذاك البيت مثال على الطباق، والطباق نوع من أنواع المحسنات البديعية المعنوية، يأتي بلفظين متضادين في المعنى ليكسب البيت جمالية أكبر، على المبدأ القائل والضد يظهر حسنه الضد، مثل ما جاء في البيت طال وقصرت. كما كان شاعرنا مولعاً بالتضمين، فيضمن شعره قصائد لشعراء آخرين ممن برز قولهم وعلى ذكرهم، ومن ذلك قوله وأعرضت عن مدح الأنام ترفعاً سوى معشري إذ كان مجدي منهم، وقلت لقول ابن الحسين مورياً إذا كان مدح فالنسيب المقدم. ابن الحسين الذي استعار منه هذا الشطر هو الشاعر المتنبي، أما كلمة مورياً فهو يشير فيها إلى التورية التي هي نوع من أنواع البديع تحمل فيه الكلمة أو الجملة معنيين، والشاعر أخذ من المتنبي لفظه ومعناه وأضاف إليه معناً خاصاً به، يقصد فيه أن النسيب عنده مقدم على مدح من لا يستحق. كذلك كان صفي الدين مشهوراً بالمعارضات الشعرية، والمعارضة في الشعر هي أن يكتب الشاعر قصيدة على وزن وقافية وروي قصيدة أخرى لشاعر آخر، ومن ذلك معارضته لقصيدة قطري بن الفجاءة التي مطلعها أقول لها وقد طارت شعاعاً من الأبطال ويحك لن تراعي. ولما مدت الأعداء باعا وراعا النفس كرهم سراعا، برزت وقد حسرت لها القناعا، أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لا تراعي. وهنا المعارضة والتضمين في آن. كان صفي الدين شديداً في شعره على أعداء آل البيت، وقد مدح الصحابة الكرام فقال فيهم قيل لي تعشق الصحابة طراً أم تفردت منهم بفريقي؟ فوصفت الجميع وصفاً إذا ضوع أزرى بكل مسك سحيقي، فإلى من تميل قلت إلى الأربع لا سيما إلى الفاروق.
ولعل أشهر قصيدة كان لها الأثر الجميل في الشعر العربي تلك التي قالها صفي الدين بعد نصر قومه في معركة الزوراء. تقول الحكاية إن حروباً وقعت بين قومه وقبائل أخرى، وكان ذلك قبل رحيله عن الحلة، وفي أثناء تلك المناوشات قتل خاله غدراً وهو من آل أبي الفضل، فألهب الشاعر صدور قبيلته وأثار فيهم الحمية للأخذ بالثأر، فكانت معركة الزوراء بالعراق، وكانت تلك القصيدة: سل الرماح العوالي عن معالينا، واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا. بدأ صفي الدين قصيدته بالحماسة على نهج عيون الشعر العربي، مخاطباً امرأة على سبيل الأصالة والتقليد: لما سعينا فما رقت عزائمنا، عما نروم ولا خابت مساعينا، بضمر ما ربطناها مسومة إلا لنغزو بها من كان يغزونا. والبيض تعني السيوف، والضمر الجياد الضامرة البطن، وهي من الصفات المستحسنة في الخيول العربية دلالة على رشاقتها وسرعتها، والمسومة هي الخيول المرعية. قوم إذا استخصموا كانوا فراعنة، يوماً وإن حكموا كانوا موازينا، تدرعوا العقل جلباباً فإن حميت نار الوغى خلتهم فيها مجانينا. هذه الأضداد والطباقات التي تجمع بين طغاة كالفراعنة وعادلين كالموازين، وبين العقل في سلمهم والمجانين في حربهم، تظهر مدى براعة الشاعر في استخدام مخزونه اللغوي والمعنوي الذي نهله من الشعر العربي. بيض صنائعنا، سود وقائعنا، خضر مرابعنا، حمر مواضينا. وعلى الرغم من أن الصنعة بارزة ظاهرة في شعره، إلا أنها لم تمنع معاني القصيدة من أصالتها، بل زادتها تفرداً، فتخالها في مصافي أشعار العصر الذهبي للشعر العربي. وبهذا استطاع صفي الدين الحلي أن يقدم اسمه ليكون من أهم الشعراء العرب، متغلباً بلغته وبراعته الشعرية على أوضاع عصره وما أصاب الشعر من انحطاط.